بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كديكم ماشي الغاليات، شخباكم لباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي يكون الجزء الثاني من جولتنا. كما كتشوفوا بعد ما كتخلصوا الصلاة كتخرجوا على طول لساحة الحرم، امامكم برج الساعة وفندق ابراج السفوة. جولتنا غتكون في ابراج السفوة. ما شاء الله غنشارك معكم واحد السوق كبير ما شاء الله اي حاجة فيه. المهم هذا الجزء الثاني، وكذلك غيكون فيه الجزء الثالث. ما شاء الله غنشارك معكم عدة محلات وغنوصي عليكم. بالنسبة هاد البائعين موجودين امام الفندق ابراج السفوة، ما شاء الله اسعارهم جد مناسبة، من 5 ريال حتى 15 ريال. هاد السجادات من 4 ريال حق الاطفال الصغار، نشجعوهم على الصلاة. كما كتشوفوا مكتوب فنادق ابراج السفوة، جنبه فندق برج الساعة. المهم هذا الشيء كله قريب لكم، ما تحتاجوا لا طاكسي ولا طوبيس. بالنسبة لأمهاتي قالوا يشاركي معنا أسواق لقريبة. كما كتشوفوا بعد ما كتدخلوا مع البوابة فيه سلم كهربائي، هذا السلم يطلع إلى الدور الأول، الدور الثاني والدور الثالث. ما شاء الله فيه عدة مطاعم، كذلك محلات عبايات، أسواق يعني كذلك فوق. زي ما تشوفوا معي هذا السلم واقف، مش يمشي بالكهرب، هذا يمشي بالكهرب واللي حنزل فيه. بالنسبة للأمهات الكبار يبغوا ينزلوا مع هذا السلم ضروري يكون قدامهم أمامهم أحد عشان يحميهم من السقوط، الله يحفظكم. كما كتشوفوا هذا هو السوق، كما كتشوفوا هذا المحل. شاركت معكم في الجزء الأول، سألوني إيش هي المخمارية. المخمارية هي معطر للشعر والجسم، رائحتها مرة حلوة، فيه بالمسك، فيه عدة نكهات، فهمتوا كيف؟ يعني اللي يعجبكم تشتروا، فيه ب10 ريال 15 ريال اللي تبغون. وفيه في القارورة كتكون جاهزة، علبة جاهزة. وهذه عطورات ما شاء الله، حتى هي كبيع بالقوارير الصغيرة زي هذه. المهم فيه ب10، فيه ب15، فيه ب5، على حسب كل واحد يشتري على استطاعته. واليوم جولتنا غتكون في محل للأقمشة، هذا هو المحل، اسمه مول كسوة الفخامة. بالنسبة عدة ناس قالوا يشاركي معنا محل يكون يبيع بالثمن جد مناسب ويكون قريب من الحرم. هذا المحل عنده كاع داكشي اللي كتحتاجو وأسعاره جد مناسبة. المهم متنساونيش من لايك وتبارطاجيو القناة مع العائلة والأحباب للفائدة. وبالنسبة للرقم ديالو أنا خليته لكم هنا، اللي بغى يتواصل معاه راه كيسافر حتى المغرب. أوكي، قماش اللي كيسموه في المغرب العمودي أو الخيط. المهم هذا كم السعر ديالو يا اخي؟ هذا سعره معروف، هو سعره الان ما بين 25 ل 20 سعره معروف. شفتوا ما شاء الله بالنسبه اللي كيسولوني على القماش العمودي، ما شاء الله راه عنده. شوفوا ما شاء الله هذا القماش حتى هو قريب من القماش اللي هو العمودي، بس يقول هذا الخيط اللي جيد. شوفوا تبارك الله تبع الشركه حقتهم، شايفين تبارك الله مكتوب على ايوا، شايفين على اسم الشركه حقتهم. وهانتوما ما شاء الله كاع داكشي، هذا كشمير كما كتشوفوا. هذا بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الكشمير، ها انتم كاع الالوان. وهنا كم السعر ديال الكشمير؟ ب10 ريال. شايفين ما شاء الله رخيص بالنسبه للناس اللي كيسولوني كاع الاقمشه، غنصورها لكم باذن الله. بالنسبه اللي يبغوني يشتروا شي حاجه يعني اصليه وطوب، انتم شوفوا هذا 10 ريال المتر، يعني الكوبو يطلع ب 30 ريال. هذا المتابعين اللي كنتي الله يعطيك العافيه، شكرا لك. سعره 20 نبيعه ما شاء الله، راه كاع اللي كيتقدموا عندك تقول يلا يعمر هذا دار، يعني كيشكروك. لا لا كلهم. شوفوا هنا ما شاء الله عنده الشبكه بالنسبه للعريسات. شوفوا تبارك الله كاع اللوينات، كم هنا تقريبا الكوب؟ لا لا تفرق الاسعار، اسعار كله معقوله ما فيش. شفتي ما شاء الله بالنسبه اللي جا من طرفي راه ان شاء الله اسعار خاصه، اسعاركم خاصه. شوفي ذا، شوفوا ما شاء الله المخاوير الجديده ديال الخيط، هذا اخر ما نزل عندنا خيط. شوفوا تبارك الله بالنسبه للناس اللي كيبغوا الخيط، هانتوما هذا الاكمام ديالو ايه نفس الشيء. شوفوا تبارك الله. المهم هاد المخاور اللي وريتكم هذه كلها الالوان ديالها، شوفوا تبارك الله هانتوما. بالنسبه لهاد المخاور راه جديد نازل عندهم، كله خيط هذا
شايفين تبارك الله انتم، شايفين؟ شوفوا هذه، فك لي هذه. هذا كلب، شوفوا ما شاء الله فن. شوف تبارك الله، بالنسبة لك تحب الأخضر الملكي، شوفوا تبارك الله، شوفوا اليد نفس الصدرية تبارك الله انتم. وهذا كله مخوار، يعني الجديد عندهم مخوار ديال الخيط، شفتوهمو الموديل اللي وريتكم تا هو ما شاء الله تبارك الله حشيق فيطين. بالنسبة لي كيسولوني على الساري، راه تا هو عنده جميع الألوان وما شاء الله السير عندهم خاص. ناعمة وشغل، شوف مرتب كله على الحجر تبارك الله. شوف بالنسبة لي تبغي تخيط نفسها ولا لبنتها، شوفوا تبارك الله، شوفوا كيف منبت. بالنسبة للساري هاتهم الألوان ما شاء الله، راه الألوان عنده كثيرة. الساري عندنا انواع كمان عندنا. المهم كما كتشوفوا معايا ما شاء الله الساري عنده انواع واشكال كثير، شوفوا تبارك الله هذه النوعيه كتجي متروزه كامله، شوفوا تبارك الله هنشوف. كلها ملفته، شوفوا تبارك الله هنشوف. شوفوا هذا هذا اللون خطير، شوفوا كيف ملفت كله تبارك الله، يعني تجي تفصلي عليك بس هانتوما الاسود هانتوما تبارك الله. كلها ما شاء الله منبته والالوان ما شاء الله كلها عنده، ترى عنده هذه النوعيه وفيه نوعيه ثانيه، شايفين ما شاء الله انتم كاع الالوان ما شاء الله موجوده عنده. شوف يعني تبغون منبته تبغون خفيف، وهذا كله صاري صح، هذا مخاور شيفون شيفون. المهم هذه كلها يقول مخاور ديال الشيفون، ما مريح لينا وحده. شوفوا تبارك الله هذه مخاور ديال الشيفون، شوفوا كيف تبارك الله كيجي بحال شي قفيطين. شوفوا نفس الصدريه نفس اليد، شوفوا اليد انتم شايفين هذه كلها الالوان ديالها. كما كتشوفوا كاع الانواع ديال المخاور، يعني اي قماش تبغوه موجود عنده. شوفوا تبارك الله راه عنده الجديد، عنده الاشياء اللي تبغون، كما قلت لك تبغون الخفيف تبغون الثقيله اللي تبغون. شوفوا تبارك الله عنده كمية، بالنسبة ان شاء الله جايين شهر 8 الله يكمل عليكم بالخير. هاد المحل اسمه مول كسوة الفخامة، كاين في ابراج الصفوة. شوفوا باش تعرفوا المحل في هاد الراية، بالنسبة للناس اللي يكون عارفوا المحل بالراية المغربية. ها وعندنا جوج ابواب، الابواب جوج، ايوا عندهم كاين ابواب، غنصور لكم مدخل حقهم. شوفوا تبارك الله انتم، هذا كمان خيط، عندنا خيط العام. شوفوا ما شاء الله المخاور في حق الجوهرة، شوفوا انواع واشكال. ها انتم الزواقة كيف ما شاء الله عاملة. وهذا واش حق؟ شوف هذا كريب، هذا كريب. شوفوا تبارك الله، في حرير ساندر، شوفوا تبارك الله، والمليفة كمان، وكذلك في مخاور حق المليفة. شوفوا تبارك الله انتم شايفين الطرز كيف. وهنا الناس اللي كيبغيو المخاور ديال التليجة، كما كتشوفوا عندهم انواع والاشكال. بالنسبه ملي كنبغي نطق التليجة كنقول لها الكليجة، كيقول لي الناس راه سميتها التليجة. شايفين تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن كيف منبته. قرب لكم باش تشوف لكم الاحجار هانتوما تبارك الله، وما شاء الله فيها الالوان. شوفوا اليد هانتوما، وان شاء الله جيك كذلك عنده الجديد باذن الله ونجي نصوروا لكم. وهذه الالوان ديال التليجة شايفين ما شاء الله، هذه كلها من الالوان. شو ما شاء الله كاع الالوان تبارك الله عنده. وهذه كمان كما قلت لكم فيه الجوهره، فيه كل شيء. بالنسبه لهذا القماش تصور عنده هذا منبت الحريم. المهم الاسعار حق المخاور من 80 حتى ل 100 170، المهم على حسب كل قماش والسعر ديالو. ان شاء الله لا يخالف معاكم باذن الله. شوفوا تبارك الله كل قفاطم منبته بالحرير، هذا حق القفطان. ايش هذا القماش؟ حرير، الحرير. شوفوا تبارك الله هذا تبارك الله راه منبت، شوفوا الحجر، شوفوا انتم. شوف هذه ب 200 ريال، وكما قلت لكم اي واحد من متابعيني ان شاء الله لكم سعر خاص. وهذا كمان على خيط، خيط منبت بالحجر. شوفوا تبارك الله انتم،
كل خيط. شوفوا كيف ما شاء الله كيف كيلمع الاحجار. انتم في هذه النوعيه وهذه النوعيه. هذه الجوهره كما كتشوفوا. شوفوا هذه كاع كلها جوهره منبته. منبته بالحاجات الوان زواقات كلها مختلفه. شوفوا انتم شو الحجر انتم ما شاء الله. الحجر هذا اللي ما كيطيرش يعني ثابت. في وحده خداتها من عنده في فرنسا قالت لي ما شاء الله راه خيطاته في المغرب. قالت لي ما شاء الله شي حاجه طوب عنده. لا الخدمه الحجر مزيان عندها. الخدمه كل شغل هذا الشغل. انا كنصور لكم شي حاجه اللي طوب تبقاو تشكروني عليها. شوفوا تبارك الله انتم. هذه برضو جوهره. شوفوا هذيك كلها الوانها. شوفوا هذه الجديده كمان. هذه جديده. جديده وخدمه حجر يعني حجر في بها كثير. شوفوا تبارك الله هذه فنه. هذه تخيط عاد تبان. شوفوا تبارك الله. هذه راها الموف كتبان زرقاء في التصوير. شوفوا انتم. المهم هذه اللوينات ديالها. شوفوا هذه الكليجه ديال الالوان. هذه الجديده. شوفوا تبارك الله. كم السعر هذه المتر؟ هذه بعد 200 ريال. 200 ريال كوبو. بس انت لكم اسعار خاصه بكم 30 ريال. الالوان ديالها. ما شاء الله هذا واعر. شوفوا. الوان زواقه. هذه اللوينات ديولها كاملين. هذه الكليجه جديده. وهذه كما كتشوفوا القماش ديال الكريب ديال الحرير ما شاء الله جميع الالوان. المهم اسعار كما قلت لكم راه اسعار عندهم مناسبه واللي من طرفي ان شاء الله راه سعر خاص. شوفوا تبارك الله هذه جوهره بيضاء. هذه كم سعر ديالها؟ 120. شوفوا هذه راه زوينه بحق. شوفوا كيف منبته. هذه راها بيضة تبارك الله نجوم. هذه يقول الكريب والحرير. فين هو سوسي؟ شوفوا هذا سوسي. هي كلها سوسي الرجال. الرجال والنساء بس. وهنا كم السعر تقريبا؟ هنا على 190 180. كانت لك السعر خاصة الالوان ديالها. كتشوفوا هذه اللوان ديالها. شوفوا هذه النوعية ما شاء الله. انتم ما تبارك الله هذا القفطان فنيون. هذا العصوة. تلاقيت مع المغاربة تبارك الله. دائما كنجي للمحل كنلقى عامر بالمغاربة. شوفوا تبارك الله كيف منبت. هانتوما فيه هذه فيها الالوان صح؟ اكيد. وهذه كم السعر ديال هذا؟ هذه 350. هذا الحاجة الاصلع ما شاء الله. شوف وبالنسبة للناس اللي كيسولوني على الكليجة ديال الجوهر هانتوما سعرها معقول جدا. هذا كليجة ولا تليجة كل واحد شنو كيسمى. بالنسبة لك خويا التعليق راه ماشي كليجة تليجة. هانتوما كم هذه تقريبا؟ هذه 120. واللي من طرفك مع كم الفلوس؟ هانتوما شوف تبارك الله. شوفوا وهذه الالوان ديالها. هذه الوان وهذا كما كتشوفوا هذه اللوينات ديالها كاملين. المهم تبارك الله المحل راه فيه كل شيء. هذه الوان ديالها تبارك الله هانتوما. وبالنسبة للناس اللي كيبغوا الجوهرات راه في عنده أنواع الأشكال. فيه الغالية فيه الرخيصة فيه حقة الهدايا. غنشارك معكم كاع داك الشيء اللي موجود عنده تبارك الله. هذه حق 30 ريال بالنسبة للهدايا. يعني نوعيتك يعني زوينة. شوفوا تبارك الله هانتوما اللوينات ديالها. شوفوا هذا القماش. ايش هذا القماش؟ هذه بالحالة التليجة. وهذه المبرة. شوفوا اللوينات ديالها. بكم هذه المتر؟ 25. شوفوا هانتوما بالنسبة للخوت الجزائريين كيقول لي صوري لنا المبرة. هانتوما شوفوا اللوينات مريح لينا وحيدة. شوفوا تبارك الله تبارك الله راه مشجرة. والمهم هذه الالوان ديالها كاملة. شوفوا في هذا النوع اللي تكون نبتة. شوفوا اللوينات ديالها. شوفوا هذه النوعية. وهذه الالوان ديالها كما كتشوفوا في هذه وفي هذه. زواقات منا فيها محفرة منا فيها. هذه بالنسبة للخوات الجزائري كيسولوني على المبرة اللي كتكون مشجرة. يعني ما شاء الله راه عندو انواع واشكال هانتوما. يعني اللي تبغوها ما شاء الله موجوده. والسعر هنا نفس الشيء 25 الكوبا المتر.
انا قلت لكم الكوبو كامل يعني المتر ب 25 يعني 3 كوبو يعني 3 كوبو كم تطلع؟ 75 ريال. وهذه منبته بالحجر. شوفوا هذه منبته بالاحجار انتم. وفي هذه ما شاء الله. المهم صورت لكم قاعدك الشريكين عندهم وما شاء الله اللي جيتوا راه دائما تنقول لكم سعر خاص. هو هذه الجديد حق الجوهره. شوفوا تبارك الله انتم شوفوا كيف تلمع الحرير اللي اصلي. هذه كم الكوبو؟ 120 واسعار ما كاينش. وتبارك الله اي لون موجود عندهم. عجبت تبارك الله لقيت عندهم المغاربه تقدموا عندهم ما شاء الله قاعد داكشي اللي خاصهم من مدينه فاس. انتم شوفوا تبارك الله. وهذه الجوهره اللي كتكون في كيس فيها كوبو كامل ب 30 ريال. شايفينها ما شاء الله. بالنسبة للأقمشة حق العراقيين هانتوما فيه هاد القماش. عندك القماش حق العباية؟ غيوريكم كاع داكشي اللي كيحتاجوه العراقيين حتى هما إن شاء الله اللي جيتو تجيو تقداو عنده. أسعاره جد جد مناسبة. شوفوا تبارك الله هانتوما بالنسبة هذه المشبكة. وغادي نوريكم شكل تاني حق العبايات. شايفين؟ أنا كنمشي على حسب التعاليق ديالكم. شوفوا تبارك الله كل شيء. هذا القماش حق الحرير يعني غنشارك معكم هذاك الشيء موجود عنده. شوفوا تبارك الله انتم. هذا كمان ياخذ العراق كودري. هذا يحبوا العراقيين؟ نعم. شوفوا ما شاء الله كشمير هانتوما. هذه العباية اللي يحبونها العراقيين. شايفينها ما شاء الله الشيخة يوزر هانتوما. بالنسبة للخوات العراقيات هانتوما حق العباية شي حاجة طوب. هذا مقطع جاهز. كم هذا الكوبو؟ العبايات تختلف في 120 يعني في من 90 الى 150. ايوه تمام. على حسب النوعيه. على حسب النوعيه ايوه. وهذه كمان ياخذون العراقيين هذا الزبده. الزبده شايفين هذا يكون القماش اسمه الزبده. الزبده شايفينه؟ الزبده الملكي. اي في محل مول كسوه الفخامه في ابراج الصفوه. المهم نخلي لكم الفيديو خاص غير بالتواب باش ما ندوخكمش. هذه دي لهم الدخلات والمرين. وهذا بالنسبه للايرانيين والعراقيين. شوفوا ما شاء الله. المهم حاولت مركزه على التعاليق اللي كيسولوني. شوفوا تبارك الله. والمغاربه ياخذوا كمان جلابات. يسووا جلابيه. شوفوا تبارك الله يجي حتى عبايه. الزواق المفيد. فنه شوفوا ما شاء الله. وفي انواع منه. شوفوا هذا كيف مطروز يجنن. تبارك الله يجي جلابيه. واعر. كوبو. هذا الكوبو بستين. بستين ريال. سعره معقول. شوفوا ما شاء الله. شوفوا هذه الزواقة. شوفوا هذه الزواقة. المهم زواقة تختلف يعني النقشة يعني كل واحد خاص يفهمه بلهجته. وهنا جلابيات والفوقيات كيف كيقول صاحب المحل. يعني ما شاء الله أي شيء أي شيء يعني أنتم تحتاجوه من ناحية القماش راه هذا كيبيع بالثمن ديال الجملة وبالثمن يعني مناسب يعني قريب لكم في الحرم. ما غتحتاجوا لا طاكسي لا طوبيس لا حتى شي حاجة. المهم كما قلت لكم السوق قريب ما غتحتاجوا كاع المواصلات لا حافلات لا طاكسيات على رجليكم قريب ليكم. وان شاء الله غنصور لكم سمية المحل غادي نخلي لكم في مقدمة الفيديو. بالنسبة ان شاء الله اللي غادي يجي يتغدى هانتوما تبارك الله الوان واشكال. السوسي المشرط هذا كيقول السوسي المشرط. كم هنا الكوبو؟ هذا بخمسين. بخمسين ريال هانتوما. نبيعو 60 لكن من طرفي 50. الله يعطيك العافية. شوف تبارك الله هذا اللي تيكون مشرط صراحة كيما شكل الجوهرة فنيون. وهذه اللوينات ديالو شايفينها؟ كاين الوان كمان داخل كثيرة. المهم تبارك الله كيما قلت لكم المحل راه كبير وفيه تين بوابة. وكيما قلت لكم غنصور لكم سمية المحل. وهذا الشيء اللي كاين حبايبي. كنتمنى الفيديو يعجبكم. ما شاء الله انتما مول هاو العنوان كما كتشوفوا كتمو جي من هنايا كتلقاو اسم من المحل اللي هو مول الكسوه الفخامه. شايفينه ما شاء الله انتما فيه تين بوابه.